أبعد هذا ندخن؟ الجهل وظلمته، ما عرفنا الله حتى نتقرب إليه ونتحبب ونتزلف. والذي ما عرف الله، العامة ماذا تقول؟ الذي ما يعرف الذي ما يعرف الصقر يشويه، الطير الصقر يباع بألف ريال وإلى عشرين ألف، واللي ما يعرف يذبح ويشويه كسائر الطيور، ما عرف قيمته. والله لعلة هذا الهبوط لهذه الأمة الجهل، ما عرفوا. من صرفهم عن المعرفة؟ العدو الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى، متعاونين من يوم وفاة الرسول إلى اليوم. قال إن المراد من فصل القضاء هو أن الناس لما يحشرون إلى ربهم ويبلغ العناء منهم مبلغا عظيما، وذلك من شدة الهول وصعوبة الموقف، يرغبون في أن يحكم الله تعالى فيهم أو بينهم بما هو أهله وبما هم بما هو أهل من العلم والقدرة، وبما هم مهيئون له بحسب طهارة أرواحهم أو خبثها، فيريحهم من شدة الموقف وأتعابه. ومصداق هذا في قول الله تعالى: وإذا الرسل جمع رسول، ما معنى أقتت؟ جعل لها وقت معين. وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. الفصل في بين القضاء بين الخلائق ولا لا؟ الفصل القضاء والحكم بين أهل الموقف، هؤلاء إلى دار السلام وأولئك إلى دار البوار. قال كما في قوله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون، في من ينطق؟ ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يقول الله تعالى: قولوا ما عندكم، ويأخذون في الاعتذار. والله ما كان. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدوني، انسفوا عرش الرحمن. عندهم قدرة على أن يحاربوا الله، يتحداهم. فإن كان لكم كيد فكيدوني، ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ما الويل هذا؟ واد في جهنم إذا خفت الحرارة تستغيث النار منه فتزود من طاقته. قال: ولما يطول موقفهم ويعظم كربهم، يقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ فيأتون آدم أبا البشر ليشفع لهم عند الله تعالى. اتفقوا على أن يأتوا آدم ليشفع لهم عند الله يوم القيامة، فيعتذر لهم آدم ويقول في عذره: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي. أين المدخنون؟ أين المتورطون في الجرائم الموبقات؟ هذا أبوكم زلة واحدة، معصية واحدة، استحى أن يكلم الله عز وجل وفي وجهه تلك العلامة.
ثم قال نفسي نفسي. هذا آدم. قال ويقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون المرسلين واحدا واحدا، نوحا فإبراهيم فموسى فعيسى، فيعتذر الكل ويقول نفسي نفسي، حتى ينتهوا إلى خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها، أي لتفريج هذا الكرب، أنا لها. فيأتي ربه فيخر ساجدا تحت العرش، ويلهمه ربه تعالى محامد يحمده بها ما كان يعرفها، فلا يزال كذلك حتى يقول له الرب تبارك وتعالى ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. ارفع راسك يا محمد واسأل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويقول يا رب أمتي، فيقال له يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم 70,000، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال ويجري بعد ذلك القضاء مجراه، فتعطى الكتب وتوضع الموازين ويحاسب الناس. وإلى درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن معشر المستمعين والمستمعات، مع الحساب والميزان، تقدم الدرس الماضي في القضاء والشفاعة فيه، وقد عرفنا ومن ذلك أن البشرية وهي على صعيد واحد حفاء غل، والشمس تدنو من رؤوسهم، والعرق قد يلجم من يلجم منهم، فماذا يصنعون؟ يذهبون إلى آدم أبيهم أبي البشرية جمعاء، يا آدم ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك يقضي بيننا. يدخل الجنة من يدخل، يدخل النار من يدخل. طال الموقف، وعرفتم أن آدم يعتذر وإلا لا، ويقول في اعتذاره إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده، ثم يذكر خطيئته، كيف قابل ربي وأقول وأنا خطيئتي بين عيني؟ ما لآدم إلا خطيئة واحدة، ونحن كم؟ إذا نذوب خطيئة واحدة، وهي أكله من تلك الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها هو وزوجه حواء. ولكن اذهبوا إلى نوح، إذ هو أول الرسل، نوح الذي قضى قرابة 1000 سنة وهو يدعو إلى ربه، ضرب عير سب شتم، تلقى من ألوان البلاء من قومه ما لا يتلقاه أحد. ومن أراد أن يقف على ذلك فليقرأ سورته، سورة نوح بين المعارج والجن. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يتبعه ولم يمشي وراه
ويوم به إلا نيف وثمانون رجل وامرأة. إذن ونوح يذكر ماذا خطيئته، ماذا فعل؟ أنه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما من حقك يا نوح تطلب الدمار لكل الخليقة. فخاف من الله وقال ما نستطيع نقابل ربي أنا. عليكم بإبراهيم، هذا خليل الرحمن. إبراهيم يقول كيف أقابل ربي وقد غضب هذا الغضب الذي لم يغضب قبله ولا بعده مثله، ويذكر ثلاثة كذبات كذبها إبراهيم وعاش أكثر من 120 سنة. ثلاثة كذبات فقط، والله فقط. كم كذبنا نحن؟ ثلاثة كذبات، وهي في صالح دعوة الله خير من صدقنا نحن. ويحيلهم إلى موسى عليه السلام، موسى، فيأتون فيعتذر ويذكر خطيئة واحدة ما فعل، إلا أنه ضرب قبطيا بجمع كفه فمات، وهو والله ما يريد قتله، وإنما وجد إسرائيليا مع قبطي يتنازعان، وكأن القبطي ضغط على الإسرائيلي وآذاه، فتدخل موسى للخلاص فلاكم قبطيا فمات. قال أنا قتلت نفسا كيف أكلم ربي؟ ويحيلهم إلى عيسى بن مريم فلا يذكر خطيئة قط. إذ عاش 33 سنة لم يذنب فيها ذنبا قط، ورفع الملكوت الأعلى. وعما قريب والله سينزل إلى الأرض ويعود، وقد يعيش قرابة 30 سنة ولم يذنب فيها ذنبا. ولكن يقول عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون أبا القاسم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، لأن الله وعده بذلك. إذ قال في سورة الإساء، سورة بني إسرائيل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والله هذا هو المقام المحمود الذي يحمد عليه أهل البشر أجمعون. عسى تفيد من الله التحقيق، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام مكان القيام، والمحمود أهل الموقف كلهم يحمدونه في هذا ولا لا؟ ونذكر أيضا ما أخبر به، قال فإني أخر ساجدا تحت العرش ويلهمني ربي محامد ما كنت أعرفها، فلا أزال أحمد الله وأثني به عليها حتى يقول لي محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. معشر المستمعين والمستمعات، هذه والله يقينيات أكثر من كوننا الآن موجودين. هيا بنا الآن إلى الشفاعة، إلى الحساب والميزان. الآن استجاب الله للرسول وأخذ يحاسب عباده، الحساب والميزان. قال إن الحساب إن الحساب يدور على محتويات الكتب التي يعطاها كل فرد من أفراد الناس في ساحة فصل القضاء. الحساب يجري على ماذا؟ على محتويات الكتب التي توزع في عرصات القيامة، فيعطى كل إنسان كتابا.
قد حوى كل أعماله. لو عاش مليون سنة الآن ما في عجب، أو في عجب لا ما محاضرة دروس سنة كاملة في شريط على قدر الكف، أليس كذلك؟ أما الأولون إذا سمعوا يقولون آمنا بالله، وإلى العقل ما يطيق هذا نعيش 80 سنة والملائكة تكتب الليل والنهار في ورقة واحدة، كيف يمكن الآن؟ فلهذا أنصح لكل آدمي أن يعجل بالإيمان والتوبة، الوقت كاد ينتهي، سيأتي يوم لعله غدا لا يقبل إيمان من عبد أبدا، لأن الإيمان أصله بالغيب، فإذا شاهد الغيب تؤمن بماذا؟ إذن حافظوا على إيمانكم. قال إن الحساب يدور على محتويات الكتب التي يعطاها كل فرد من أفراد الناس في ساحة فصل القضاء، ويقرأها كل واحد من أهل الموقف سواء كان يعرف يقرأ أو ما يعرف يقرأ، تبهتم؟ وسواء من كان يقرأ منهم ومن لم يكن يقرأ، ويختلف إعطاؤهم تلك الكتب وتلقيهم لها، إذ اسمع بيان الاختلاف، إذ منهم من يعطى كتابه بيمينه ومن أمامه، تفضل يا عدنان، يعطى كتابه من بيمينه ومن أمامه، وهذا إشارة إلى سعادته ونجاحه. ومنهم من يعطى كتابه بشماله وراء ظهره، ما يعطاه أمامه تكريما له ولا بيمينه، يعطاه بشماله من وراء ظهره. من يعطيهم كتبهم الملائكة الموكلون بهذه المهمة. قال وبمجرد إلقاء نظرة على محتوى الكتاب يعلم صاحبه بمصيره، أول نظرة يلقيه على كتابه يعرف مصيره، إما دار السلام وإما دار البوار والشقاء. قال وبمجرد إلقاء نظرة على محتوى الكتاب يعلم صاحبه بمصيره ويعلن على الفور عن فوزه وفرحه وسروره أو عن خيبته وحزنه وخسرانه. تصدقون بهذا النبأ ولا لا؟ إليكم كلام ربنا خالقنا منزل الكتاب علينا. قال تعالى في بيان هذا وتقريره من صورة الانشقاق، أي صورة الانشقاق هذه؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. يا من يسمعني والله العظيم إنك لكادح وإنا لكادحون حتى نلقى الله وجها لوجه، لا محالة لا مهرب. هذه صورة الانشقاق. ماذا قال تعالى فيها؟ قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، أي يمين للإنسان؟ يده اليمنى، يناوله الملك تفضل بيده اليمنى ويجي من أمامه تفضل يا راضي كتابك.
قال هذا الذي أوتي كتابه بيمينه. قال تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، بعد ينتهي توزيع الكتب يأتي الحساب. هذا بشروه بأنه سيحاسب حسابا سهلا يسيرا. اللهم اجعلنا ممن يؤتون كتبهم بأيمانهم. قال وينقلب إلى أهله مسرورا، وينقلب يرجع إلى الحور العين وزوجاته في هذه الدنيا المؤمنات الطاهرات، يعود إلى أهله. أين يوجدون؟ في دار السلام. قال وينقلب إلى أهله مسرورا فرحا. تبهتم؟ وأما من أوتي كتابه وظهره فسوف يدعو ثبورا، والثبور شدة الهلاك وأفظعه، وويلا وثبورا وهلكا، يصرخ ويصلى سعيرا، ويصلى يحترق بالسعير. والسعير نوع من أنواع النار، طبقة من طبقاتها السعير. عرفتم الآن؟ يبعث الناس ويحشرون في ساحة واحدة لفصل القضاء، ثم توزع الكتب. أية كتب؟ كتب أعمالنا، كل كلمة قلتها دونت، كل حركة تحركتها بإرادة واختيار دونت. اللهم إلا المجنون فلا يكتب له شيء، أو الناسي لا يكتب له، أو المكره بالحديد والنار ما معفو عنه. كل قول أو عمل إرادي اختياري فعله الإنسان والله مدون ومسجل، وسوف يراه ويقرأه. قال وقال تعالى من سورة الحاقة. ما الحاقة هذه؟ القيامة واجبة وإلا لا؟ واجبة. ما خلق الله هذه الحياة إلا لتلك، ما أوجد هذا المخلوق وكلفه إلا من أجل أن يسكنه دار السلام أو دار البوار، فلا بد من الحاقة القيامة. ماذا قال تعالى فيها؟ اسمه فأما من أوتي كتابه بيمينه. من يعطيه كتابه بيمينه؟ الملائكة الموزعون للكتب. فيقول هاء مقرأ كتابي، في فرح من ينظر إليه وكلها إشراقات وأنوار الحسنات، حتى يقول في انفعال هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي في دنياي علمت أيقنت أني ملاق هذا اليوم، فلهذا ما سجل علي السوء إن لم أفعله، وإنما سجل الحسن وقد فعلته. فيقولها أمر كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي، وزيد الهال السكت حسابي، فهو في عيشة راضية، في عيشة راضية. كيف هذه؟ عيشة مرضية، لا هي راضية لكمالها، في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. الآن يأخذ الرمان بعصا حتى ينزل الغصن وإلا لا، وصاحب جني التين كذلك، والعنب والنخل ماذا؟ يطلع إلى رأسها
أما ثمار الجنة كله داني، أنت على سريرك وتتناول. ولا تعجب والله إن طائرا يغني لك ويطربك بزقزقته ثم تشتهيه فيقع بين يديك مشويا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قريبة. كلوا واشربوا، من يقول لهم هذا؟ الملائكة. كلوا واشربوا هنيئا، ما يعقب أكلكم وشربكم، لا تخمى ولا قي ولا بول ولا غائر، الهناء الكامل. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا يعنينا نحن ولا لا؟ كلوا واشربوا هنيئا بسبب ماذا؟ بسبب ما أسلفتموه وقدمتموه. متى؟ في الأيام الخالية، هذه الأيام التي ستخلو. كل من مات منا خالت أيامه ولا لا؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هي أيام الدنيا الخالية الماضية. هذا صنف، هؤلاء أهل الإيمان والتوحيد، أهل الإيمان والتقوى. الصنف الثاني، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا، هذه أمنيته، يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، يتمنى الموت، يا ليتها القاضية أي الموت. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكون أمانيا. الآن أمنيته أن يموت ولن يموت، انتهت الموت وانتهى وقتها. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليا. يا أصحاب البنوك، يا أصحاب رؤوس الأموال، يا ويلهم، اسمع صراخهم، ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا. يا أصحاب الحكم والسلطان في الأرض، والله لا يغني عنكم مال ولا سلطان. وليس معنى هذا أننا نقول لا تدخروا المال ولا تكتسبوه، وإنما نقول المال الذي ما يزكى، المال الذي يمنع من حقوق الله والعباد، المال الذي يؤخذ بالتلصص والجريمة وأذية المؤمنين مهما كثر وكان وكان، لن يغني عن صاحبه شيئا. والسلطان الذي يظلم صاحبه ويطغى ويعتدي ويأكل أموال الناس ويمزق لحومهم ويكسر رؤوسهم، ينفع ذاك السلطان؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. من أمرهم بأن يأخذوه؟ ذو العرش جل جلاله وعظمه، خذوه. تعرفون الأخذ ولا لا؟ بعنف وشدة، خذوه فغلوه، اجعلوا الغل في عنقه واسحبوه على وجهه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، احرقوه فيها ومزقوه. ثم في سلسلة من حديد، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراع، لا ندري بذراع السلطان كما يقولون أو بالمتر،
سبعون ذراعا. تريدون أن تعرفوها؟ أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن ضرس الكافر في النار يوم القيامة كجبل أحد. ضرس هذا في الكبر والضخامة كجبل أحد، جسم كيف إذن؟ وأخبرنا فداه أبي وأمي والعالم أجمع أن ما بين كتفي الكافر كما بين مكة وقديد. كم كيلو؟ 135 كيلو متر. يتناسب الضرس مع هذا البدن ولا لا؟ إذن فالسلسلة هذه التي 70 ذراعا يدخلونها من فيه ويخرجونها من دبره ويكون فيها العجب. وقول لا نعجب، هذا جبريل رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدخل هنا في صورة دحياء ابن خليفة الكلبي، والذي نزل بغار حراء وجلس بين يديه رسول الله وكان يلقنه ويعلمه يقرأ باسم ربك ويضمه إلى صدره كالأم وأم. لما عاد رسول من غار حراء داخل إلى مكة تجلى له فسد الأفق كله ب600 جناح وقال يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي، أعطيت إذن أن أخبر عن ملك رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تقوم الأرض السابعة. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. قال في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه أي فيها، لما؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان كافرا بل شفيا شيوعيا علمانيا، مبدأهم لا إله والحياة مادة، يسخرون عن نفوسهم لا إله، من أوجد أمك أنت واللبن في ثديها؟ ما تستحي تقول لا إله؟ هذه ماذا؟ هذه طعمة بني عم من اليهود، أوجدوها وطبخوها ونشروها وأصبح 3/4 المسيحيين لا يؤمنون بالله، كلهم ملاحدة من أجل أن يخف الضغط عليهم، ونجحوا. نجحوا ولا لا؟ نجحوا. الآن هم يسوسون أوروبا ويقودونها بهذه السياسة العجيبة، وإلا ما وجد تحت السماء منذ أن كان آدم أولاده من ينكر وجود الله قط، لأنه ما هو معقول أنت موجود وتقول الخالق غير موجود. فنجان فيه بن وإلا شاي تجد على طاولة تستطيع تحلف أنه وجد بدون موجد؟ كيف يعقل؟ والشمس من علقها في السماء وحدها بدون موجد؟ كيف يعقل؟ فكيف فكرة لا إله؟ هذه من صنع بني عم من اليهود، والسر في ذلك ليدفعوا ضغط المسيحيين أو الصليبين عنهم والمسلمين، لأنهم إذا وجد إلحاد ولا إيمان يزغردون ويولولون. ونجحوا ولا لا؟ نجحوا. قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا هذا الحكم؟ قال في التعليل إنه كان أي في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم، هذا أولا الكفر. ثانيا
ولا يحض على طعام المسكين، منع الزكاة والصدقات والرحمة التي في قلوب المؤمنين. إذن فليس له اليوم هنا في عرصات القيامة في ذلك المشهد العظيم، ليس له اليوم هنا حميم قريب من أقربائه يحميه كأبناء العم وأبناء القبيلة، ليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. طعام يوجد ولكن من غسلين، الغسلين القي والأوساخ وما يخرج من بطون الكافرين ومن أمعائهم تتجمع وتصبح أطعمة كالجبال، هذا الذي يأكلونه وعليه يعيشون بلايين السنين، إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. من هم؟ معروفون، أصحاب الأرواح الخبيثة والنفوس العفنة المنتنة من جراء الشرك والكفر والذنوب والآثام، هم الخاطئون وإلا لا؟ الذي يعبد غير الله أخطأ في عبادته وإلا لا؟ أخطأ. والذي يقول ويفعل ما نهى الله عنه وحرمه أخطأ وإلا لا؟ وهكذا الخاطئون الذين ما عبدوا الله بما شرع أن يعبد لهم، فخبثت أرواحهم وتعفنت نفوسهم فأصبحوا أهلا لدار البوار، سواء كانوا بيضا وإلا صفرا، عربا أو عجما، في الأولين أو الآخرين. فقد سمع المؤمنون والمؤمنات، وإن لم يحدثوا بهذا لأننا ما زلنا هابطين، عرفنا حكم الله الذي صدر على البشرية كلها، وهو قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن يومئذ ونحن نعمل على تزكية نفوسنا وتطهيرها، لا نعتمد على فلان ولا فلان ولا فلان، والله لو كان المرء ابن نبي أو أبا للنبي والله ما نفعته البنوة ولا الأبوة إذا كانت نفسه خبيثة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل سمع هذا إخواننا الزوار وإلا لا؟ أو بين ضعفنا وإلا لا؟ من منكم قام يا شيخ كيف نزكي نفسي أنا؟ ما هي مواد التزكية؟ بين لنا هذا. ممكن يفعل هذا واحد؟ ألقي هذه الكلمة في محافل مجتمعات العالم الإسلامي بكامله، ونصف الحاضرين ما يعرفون، ولا يقول واحد كيف نزكيها، مصيري موقوف عليها، على التزكية، كيف نزكيها، بماذا نزكيها؟ فإن قلت له أنا تعبان ومشغول والله لا تبين لي ولا أسمح أن تفارقني، كيف أنا نهلك وأنت بين يدي؟ هل فهمتم هذا ولا لا؟ قل هذا في العالم الإسلامي ولا يبالون. لعل كلامي ما هو واضح، بربرية هذه يعني. قد أفلح من زكى نفسه أي طيبها وطهرها، وقد خاب وخسر من دسها فعفنها. والزكاة تكون بشيئين، بمادتين، الماء والصابون للبدن والثياب وإلا لا؟ أما للروح الإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي شرعه الله وبينه. والتجسية بماذا تكون؟ للثياب بالخرع والبول والدماء ولا لا؟ وللروح بما تكون التجسية والتخبيث؟ بالشرك والمعاصي.
والله الذي لا إله غيره. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يحقق إيمانه وأن يعمل الصالحات التي بينها الله ورسوله ويتجنب ويبتعد عن الشرك والمعاصي ليحتفظ بزكاة روحه وطهارتها حتى الساعة الأخيرة ويموت وهو موقن. ملايين المسلمين ما عرفوا هذا. لا إله إلا الله. قال الشيخ: وبينما هم كذلك في ذلك الموقف، قال: إذ توضع الموازين القسط أي العادلة، ويتقدم الناس واحدا واحدا للحساب، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من حوسب يوم القيامة عذب. فقلت: أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنها ليس ذا. فقال لها: ليس ذاك الحساب، إنما قال العرض، أما الحساب من نوقش الحساب عذب. عندنا صورة في الجوازات والجمارك في بلادكم، لما تكون معروف سيد يوسعك امشي كذا ولا، وإذا أرادك يأخذ نكت حتى يجد خطيئتك. إذن فالمؤمن الصادق يحاسب حسابا عرض فقط، والآخر لا، بالنقطة. قال: ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا، يستنطق الفرد ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فإن أجاب بالصدق والحق فيها فبها ونعمت، وإن حاول الكذب أو الكتمان فإنه يختم على فمه وتستنطق جوارحه فتنطق بالذي عمل في دنياه ولا تخفي شيئا، فيلومها على نطقها وشهادتها عليه، فيكون ردها عليه بقولها الذي حكاه القرآن الكريم من سورة فصلت، إذ قال تعالى: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لما يحاول أن يكذب يضرب الله على فمه: أسكت يا فمه ما ينطق، وتنطق الجوارح، اليد تقول سرقت، أنا ضربت فلان، أرجو ما شئت الليلة الفلانية إلى المزنات أو المخمرة، وهكذا. قل: كيف تنطق جوارحي؟ من أنطقها؟ أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، أنطق كل شيء. والله الحجارة نطقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في الدنيا، ونحن ننطق، أي فرق بينه وبين الجبل؟ الله أكبر. قال: وقال تعالى في بيان هذه الحقيقة من سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى في ذلك من سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال: ويجري هذا الاستجواب والاستنطاق في جو رهيب للغاية، إذ تقوم فيه الأشهاد، ولا يؤذن للمرء في الاعتداء أبدا فيعتذر، ولا تقبل من ظالم معذرا، وتعرض الأعمال عرضا حيا ناطقا، فيرى المرء عمله وهو يباشره، ويا للفضيحة. قال تعالى من سورة الزلزلة: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. كان المؤمنون 1300 سنة يؤمنون بهذا فقط، كيف يشاهد أعماله؟
الآن شفتم التلفاز ولا لا؟ يشاهد نفسه ويذبح في المؤمن، يرى عمله، يشاهد نفسه وهو يحتسي بكاس الخمرة التي حرمها الله، ويرى نفسه وهو يطوف بالبيت أو يصلي لله، رؤية بصرية. أول المؤمنون معذورون، كيف يتم هذا؟ الآن بقي شيء؟ أنت في بيتك تشاهد أعمال العالم بكامله، من خلق الأثير والجو؟ أنت في بيتك تشاهد أعمال العالم بكامله، من خلق الأثير والجو؟ آمنا بالله، آمنا بالله. فلهذا قلت لكم حافظوا على إيمانكم، إن ساعة قادمة لا يقبل فيها الإيمان، ما بقي إيمان بالغيب. وقرأوا قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. غدا لو تطلع الشمس من مغربها أو ينزل عيسى انتهى كل شيء، المؤمن مؤمن والكافر كافر. قال: ويجري هذا الاستجواب والاستنطاق في جو رهيب للغاية، إذ تقوم فيه الأشهاد بمعنى الشهود، ولا يؤذن للمرء في الاعتذار فيعتذر، ولا تقبل من ظالم معذرة، وتعرض الأعمال عرضا حيا ناطقا، فيرى المرء عمله وهو يباشره، ويا للفضيحة. قال تعالى من سورة الزلزلة: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. الذرة وزن البعوضة أو أجنحة البعوضة. قال: ثم توضع الموازين العادلة ذات الدقة المتناهية، وتحصر الأعمال فلا يترك منها عمل وإن قل ودق، فتوضع في موازين العدل وتوزن ويحسب، وبحسب نتيجة الوزن تكون السعادة أو يكون الشقاء. قال تعالى في بيان هذه الحقيقة من سورة الأنبياء، قال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانك اللهم وبحمدك. وقال تعالى من سورة المؤمنون: هل للمؤمنين سورة؟ إنهم قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، نحن منهم. هيا نستعرض، انظر انظر إلى الشاشة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا وكل مؤمن منهم. باب الله مفتوح. عرفتم كيف الشاشة أمامكم ولا لا؟ قال: وقال تعالى من سورة المؤمنون:
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. إلا العظام والأجسام بارزة والجلد قد احترق فهو كالح. ثم قال تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. والآن معاشر المستمعين والمستمعات، بعدما عرفنا الموازين القسط ونجا من نجا وخسر من خسر، هيا بنا الآن إلى الصراط، الطريق، الطريق إلى دار السلام، إلى الجنة. هذا كبر عجب. إليكم بيانه كما في كتاب ربنا وكما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: وأخيرا الصراط، إنه بعد وزن الأعمال والفراغ منها وبعد بيان السعيد من الشقي في الجملة، يضطر الناس إلى المرور على الصراط، ما في حيلة. قال: وهو جسر دقيق منصوب على ظهر جهنم. ولهذا قال تعالى من سورة مريم: وإن منكم ما منكم إلا واردها حتما على ربك كان مقضيا. ما في طريق إلى الجنة إلا من هذا، فمن كان من أهل النار وقع والتهمته النيران، ومن نجا نجا. قال: وهو جسر دقيق منصوب على ظهر جهنم، وهي عقبة كأداء في طريق الذاهبين إلى دار السلام، وممر خطير للغاية. يشهد لخطورته أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف إلى جنباته والناس يمرون وهو يدعو: رب سلم سلم، رب سلم سلم. وهكذا كل أمة رسلها: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، والناس يعبرون. ويكون مرور الناس بحسب أعمالهم في الدنيا، لا زيادة ولا نقصان، بحسب عملك يا ابن آدم يكون مرورك على هذا الصراط. قال: فمنهم من يمر بسرعة والله مدهشة حتى لكأنه البرق الخاطف، ومنهم من يمر دون ذلك إلى أن ينجو من ينجو ولو حبوا على يديه وركبتيه، ويهلك من يهلك بسقوطه في جهنم دار الشقاء والهوان والبوار والخسران، أي العالم الأسفل. سبحان الله، البشرية مقبلة على هذا ولا تذكر هذا ولا تفكر فيه ولا تعلمه. اسألوا: من أين أتيتم؟ ما ندري. إلى أين تذهبون؟ ما ندري. بائم أنتم؟ إذن اسألوا: من أتى بكم؟ ولماذا جئتم؟ وإلى أين تذهبون؟ الشيطان يقول: لا تسأل، لا تنغص حياتك، كل واشرب وانكح. لا إله إلا الله. قال: وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط في معرض حديثه عن الشفاعة العظمى وعن المقام المحمود الذي وعد به وعده به ربه تبارك وتعالى في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هنا وصف الرسول كيف الحال، إليكم ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فيأتون محمدا
من هم الذين يأتون محمد؟ البشرية كلها. طالت مدة وقوفها حفاة عراة غرلا، والنار فوق والشمس فوق رؤوسهم، والعرق يلجم من يلجمه منهم، فيأتون آدم كما بين لنا ذلك فيعتذر، قل أنا عصيت ربي وأتكلم معه. يأتون نوحا يرسلهم إلى نوح، نوح اشفع لنا، اسأل ربك أن يحكم بيننا، يقول لا أستطيع وقد فعلت وفعلت خطيئة واحدة. عليكم بإبراهيم، يا إبراهيم يا خليل الرحمن، يقول كيف أكلم ربي وقد غضب غضبا لم يغضب قوله ولا بعده مثله، وقد كذبت 3 كذبات. عليكم بموسى، يا موسى اشفع لنا، قالوا أكلم ربي أستطيع وقد قتلت نفسا وما قتلها إلا خطأ فقط لا يحاسب عليها. عليكم بعيسى، لم يذكر عيسى ذنبا قط، عاش 33 سنة مع والدته ما عصى الله بكلمة، ورفعه الله إلى الملكوت الأعلى وهو به وسوف ينزله، وقد يعيش 30 سنة حتى يكون عمره كعمر نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم قد يدفن في الحجرة، أما الرسول ما أخبر، ولكن أخبر كأني بابن مريم بفج روحا يلبي بالحج أو بالعمرة، فمعناه سوف يحج ويعتمر، فمن الجائز أن يدفن مع أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقالت العلماء الحجرة ما زال فيها موضع قبر، هي ضيقة حجرة عائشة، لكن قبر النبي وقبر أبي بكر وعمر وبقي ما كان آخر، من يأخذ هذا؟ من هو أهل الله سوى عيسى؟ هيا بنا. قال فيأتون محمدا، عيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له، وقد عرفنا أنه يأتي تحت العرش ويخر ساجدا ويلهمه الله تعالى محامد ألفاظ من الحمد، فلا يزال يحمد الله بها ويثنيه عليه بها حتى يقول له محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. ها يخبر بهذا في هذا الحديث، فيقوم فيؤذن له وتوصل الأمانة والرحم، توصل الأمانة في شكلها والرحم كذلك، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، الرحم من هنا والأمانة من هنا. أي دعوة كبيرة هذه، الرحم يا من قطعها ويحك تشهد عليك، والأمان يا من خانا فإنها تشهد عليك. الأمان والرحيم على جنبي الصراط، هذه من هنا ولمنا. قال فيمر أولكم كالبرق، قلت بأمي وأبي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، كيف هذا؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، ربي سلم سلم سلم، ونحن مارون. حتى تعجز أعمال العباد، أعمال العباد عاجز عن نجاتهم، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، أعمال قليلة ما يستطيع إلا زحفا. وفي قال وفي حافتي الصراط
كلاليب معلقة من حديد مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش مجروح ناجي ومكدوس في النار، والله كأنكم تشاهدون، والله لتمرون بهذا. فمخدوش وناجي، تأخذ الكلاليب وما تلصق فيه لصوق، ما تهبط، يزحف ينجو، وآخر تلصق فيه وتهبط فيه في عالم الشقاء. تعرفون الكلوب وإلا لا؟ من الحديد. والآن القنطرة بين الجنة والنار، القنطرة أقل من الجسر، الجسر ممتد ما تدري كم مليون كيلو، لكن القنطرة أقل. في قنطرة، إيه نعم، من أخبر بها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ما سمعنا بهذا يا شيخ إلى اليوم؟ لأننا ما نجتمع على دراسة الكتاب والسنة، مشغولون بالمقاهي والملاهي والألاعيب، كيف نعلم؟ يمر بالرجل 40 سنة وهو في المدينة ما يجلس في حلقة كهذه حتى يموت، فكيف إذن بغيرنا؟ القنطرة بين الجنة والنار. قال: هل هناك قنطرة بعد الصراط؟ نعم، إنه بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط بسلام وأمان من الوقوع في النار، بسلام وأمان من الوقوع في النار، يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، يوقفون، قفوا أمر الله وملائكته بين الجنة والنار لتهذيبهم وتطهيرهم من كل ما كان بينهم من عداوات أو شحناء أو حقوق لبعضهم على بعض، لأن الجنة ما يدخلها المرء إلا إذا طهر تماما، أما في خدش في عيب لا، لابد من تصفية وتطهير. واسمعوا، قال: إنه بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط بسلام وأمان، أي ما وقعوا فيه من الوقوع في النار، يوقفون، من يوقفهم؟ الله جل جلاله، يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، وذلك لتهذيبهم وتطهيرهم من كل ما كان بينهم من عداوات أو شحناء. وهنا بلغوا، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدنا يصل إلى باب الجنة فيرد ارجع من أجل ملء كفه دما أراقها ظلما وعدوانا، والله العظيم عند الباب نهجى من القنطرة ما شاء، عند تعال أنت لما؟ لأنه أراق أسال ملء كف، هذا الكف ولنا دما أراقها ظلما وعدوانا. واقرأوا القرآن الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يعقب على كلام الله؟ قال: من كل ما كان بينهم من عداوات أو شحناء أو حقوقهم لبعضهم على بعض، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة فيدخلون. وقد روي حديث القنطرة هذه، روى هذا الحديث الإمام أبي عبد الله البخاري في صحيحه، وهذا نصه فاسمعوه. قال: يخلص المؤمنون من النار، عبروا وإلى لا خلصوا،
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده، اليمين من؟ يمين رسول الله، لما ما قالوا حق سيد إبراهيم، وأن تقول حق سيد عثمان، هذه يمين من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ما نحلف بها نحن. والذي نفسي من هو الذي نفسه محمد بيده؟ الله. حتى كانت أمنا عائشة تقول هذه يمين رسول الله. والسر فيها أن الذي يحلف لقضية من قضاياه ويقول والذي نفسي بيده ما يستطيع أن يكذب، وهو يعرف أن نفسه بيد الله، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله، أي أعرف وأعلم بمنزله في الجنة منه بمنزله كما في الدنيا. تعرفون دياركم ولنا؟ والله لمنزلك في الجنة مع المنازل تعرف أكثر مما تعرف بيتك الآن. إن شاء الله نلتقي هناك ولا لا، ونعيد هذه الأحاديث. تذكرون أيام كنا في المسجد النبوي عام كذا، ما كنا نقول كذا وكذا؟ نعم، على الأرائك متقابلون. والآن انتهينا من الصراط والميزان، وقبل ذلك من الموقف العظيم، الآن إلى دار السلام. هيا. قال: إن من إتمام بحث عقيدة البعث والجزاء وتوفية هذا الركن من أركان عقيدة المؤمن حقه وتوفية هذا الركن من أركان عقيدة المؤمن حقه في الدرس والبحث من ذلك، أن يخص كل من دار السلام ودار البوار بعرض خاص. دار السلام هي الجنة، ودار البوار هذه ايش؟ تعرفون البوار ولا لا؟ الخسران، النار. قال: بعرض خاص يجلي حقيقة كل من الدارين، من دار السلام ودار البوار، بما يبعث على الرغبة في الفوز بدار السلام، ويبتعد عن الثانية باجتناب الشرك وترك معصية الله ورسوله. عرفتم هذا الخاتم ولا لا؟ قال: نعم. بما يبعث على الرغبة في الفوز بدار السلام، ويبتعد عن الثانية دار البوار باجتناب الشرك وترك معصية الله ورسوله. تعرفون اجتناب الشرك ولا لا؟ إذا قيل لك، إذا قلت يا رسول الله مد يديك أغثني، هذا شرك، قل آمنت بالله والله لا أقول حتى الموت. لأن الشرك هو أن تعطي مخلوق ما هو حق للخالق. تبهتم؟ الذي يعطي حقا من حقوق الله إلى مخلوق زلت قدمه وتحطم وخسر خسرانا مبينا. التوحيد أن لا يتقلب قلبك إلا في طلب رضا الله. أصحاب رسول الله نساءهم أطفالهم أولادهم أحفادهم، والله الذي لا إله غيره، ما جاء رجل ولا مرة وقال يا رسول الله ادعو الله لي، يا رسول الله إني بي كذا وكذا، والله ما كان. ونحن لولا
هذه الحكومة القرآنية وضع العسكر وكذا، لا رأيت العجب من إخوانك المؤمنين، هذا يتمرق وهذا يمسح وهذا يصيح وهذا يبكي وهذا لا إله إلا يا شيخ. كيف عرفت هذا؟ عرفناه مع أولياء الله وقبورهم، صح وإلا لا؟ وقبل هذه الحكومة القرآنية كيف كانت هذه؟ لا تسأل. الحمد لله، افهموا، التوحيد أن تكون مع الله، لا تلتفت إلى غير الله أبدا، في سؤالك، في دعائك، في عرضك، في بكائك، في طلبك، في كل حياتك مربوط بربك فقط. إن التفت إلى غير الله تمزقت وهبطت. فلهذا قال: ويبتعد عن الثاني عن دار البوار باجتناب الشرك وترك معصية الله ورسوله، لأن الشرك محبط للعمل وإلا، والمعصية تسود النفس وتخبثها وإلا، وإذا خبثت الروح تدخل الجنة. ما بلغك حكم الله؟ ما هو يا شيخ؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى أفلح؟ فاز. كيف يفوز؟ بين لنا هذا الفوز. لقد بينه الله لنا في سورة آل عمران، أما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذا حكم ولا لا؟ اتخلف لما الحكم الثاني يتخلف؟ قد ماذا؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وإنما ولما كان الحديث عن دار السلام شيقا ومحبوبا ومحببا إلى النفس المؤمنة، فإن الإطناب فيه أولى من الإيجاز، والإسهاب أولى من الاختصار. ومن هنا فسيكون بحثنا لهذا الجزء من ركن عقيدة المؤمن في البحث والجزاء في البعث والجزاء يكون ضافيا، يتناول الحديث أولا عن سعة دار السلام وعن أبوابها وأنهارها وخدمها ومطاعمها ومشاربها وسألوان النعيم فيها، كما سيكون مصدر استقائنا لكل المعلومات في حديث عن دار السلام هو الكتاب والسنة. سيكون مصدر استقائنا لكل المعلومات في حديثنا يكون عن دار السلام هو الكتاب والسنة. من أين نستقي علومنا ومعارفنا؟ كيف نعرف الجنة؟ يكون من طريق ماذا؟ الكتاب، القرآن والسنة النبوية. لما؟ قال: إذ الأول كتاب من أوجدها وأوجد نعيمها وخلق أهلها وهداهم فأعدهم لها وعرفهم بها. وأما السنة فإنها أخبار من دخلها. في من دخل الجنة؟ من هو هذا؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبار من دخلها: ووطئت أقدامه أرضها وبلغ سدرة المنتهى فيها، كما قال تعالى: أفتمارونه على ما يرى. تجادلون في شيء رآه بعينه. ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل مرة أخرى. فين؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. من أين نستقي أخبارنا عن الجنة وعن معارف وما فيها؟ من شيئين: القرآن، لأنه منزل خالق الجنة وموجدها،
والسنة، لأن النبي وطئها بقدميه ودخل فيها حيا يقظة لا مناما. واقرأوا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لما أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى؟ ليجمله الأنبياء فيصلي بهم فتثبت رسالة على الجميع، ومن ثم عرج به. والنجم إذا هوى، اسمع الرب يحلف، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى جبريل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الحادثة تمت لما جاء جبريل في صورة إنسان في غار حراء وعلم الرسول ما شاء أن يعلمه وفارقه، ثم ظهر له في جياد، تعرفون الآن فندق جياد، ثم فغطى الأفق كله إذ له 600 جناح، ونادى يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله. ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة ثانية، فين؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدر ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. مر به بماذا؟ بالكوثر. فقال جبريل هكذا، فاستخرج طينته، والله أشد طيبا من أذكى الطيب رائحته، أما ماء فوالله لأشد براما من اللبن. هذا هو الكوثر ولا لا؟ إنا أعطيناك الكوثر، وبعد أشكرنا على الأقل، لطيفة هذه ولا لا؟ إنا أعطيناك الكوثر وبعد أشكر. الله أكبر، في من يقول يا ربي أعطيتني امرأة الحمد لله أسكن إليها، ما في، يا ربي أعطيتني هذا الثوب النظيف لك الحمد يا ربي. والله من إخوانكم من يمضي عام كامل ما يقول الحمد لله. ما السبب؟ الرسول كان إذا لبس الثوب يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ولو شاء لعراني. وأنا والله كل صباح ما نقول ثوب، نكذب على الله، الحمد لله الذي رزقني هذه الثياب ولو شاء لعراني، ما هو ثوب واحد. عرفتم هذه اللطيفة ولا لا؟ إنا أعطيناك الكوثر، إذن فصلي لربك وانحر، أشكره على ما أعطاك. هذا رسول الله، ونحن نتقلب في النعم، نطير كالملائكة في السماء، يركب الطائر ما يقول الحمد لله، ينزل منها ما يقول هذا فضل الله، من أنا حتى أطير في السماء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى سلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سعة دار السلام وطيب ريحها، فيها ريح اي والله طيب، اي والله لا أطيب منه. هيا بنا نقضي هذه الساعة في دار السلام، ولا تعجبوا أن يصعق أحدنا ويموت في الحلقة وهو يسمع، والله في تلك الروضة عبد أسود جلس والرسول يحدث عن دار السلام، يقرأ سورة الإنسان وما فيها، فشهق فمات فسجيا في الروضة ميتا شوقا وحنينا إلى دار السلام. وهذا لا يظفر به إلا ذو اليقين الثابت
الذي لا يخالطه ضعف. قال: ما أوسع دار المتقين وما أطيب ريحها. الجنة دار المتقين صحيح، إنهم هم الورثة، الجنة تورث وورثتها المتقون. وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. والله يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأهل هذه الحلقة المباركة عرفوا سر ذلك وفهموا لما المتقون هم الورثاء، لأنهم اتقوا مساخط الله، اتقوا عذاب الله بالإيمان الصحيح والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي، فزكت نفوسهم فطابت فطهرت فتأهلوا بذلك لدار السلام. أما أهل الأرواح الخبيثة العفنة المنتنة من أوضار الشرك والآثام فليسوا بأهل دار الصفاء والطهر والكمال. ولعلكم تذكرون ما علمتم بالأمس أن الله قد أصدر حكما علينا، والله إذا حكم لا يعقب على حكمه، إذ قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمتقون زكوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، فزكت طابت طهرت أصبحت كأرواح الملائكة، إذا لا ينزلون إلا مع الملائكة في الملكوت الأعلى. أصحاب الشرك والكفر والمعاصي، أهل الفسق والفجور والظلم، أنفسهم خبيثة منتنة عفنة وسلوكهم دال عليها، هؤلاء لا تتفق حالهم مع أهل الطهر والصفاء، فلا بد من الدركات السفلى في سجين. ما أوسع دار المتقين وما أطيب ريحها، إن عرضها عرض الجنة دار السلام كعرض السماوات والأرض والله العظيم، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 100 سنة، وروى مالك المؤطأ من مسيرة 500 عام يشم ريحها. قال تعالى: وسارعوا، عجلوا أيها الصائمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أولا أي تطهروا تنظفوا، وإلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه آية أو بعض آية من سورة آل عمران عليه السلام. وسارعوا قراءة سبعية معطوفة على: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. سارعوا بدون واو أيضا قراءة سبعية. المسارعة إلى أين؟ أولا إلى الحمامات وتنظيف القلوب وتطهيرها. ما تأتون عفنين من تدخل لن تدخلوا. لا إله إلا الله. سارعوا إلى أين؟ إلى مغفرة من ربكم. كيف نحصل عليها؟ بالتوبة، بالبكاء والضراعة والتمرغ بين يديه حتى تطهر النفس وتزكو وتطيب، ثم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أعدت، هيئت، أحضرت، موجودة ولا لا؟ كيف لو قد شاهدها رسول الله
أعدت لمن؟ لبني تميم، لبني هاشم، للعدنانيين، للقحطانيين. أعدت لمن؟ للمتقين. ما تخاف، انطق بها، أعدت والله للمتقين. وقد عرفت لماذا؟ لأنهم اتقوا ربهم فأطاعوه فيما أمرهم باعتقاده وقوله وعمله، وأطاعوا فيما نهاهم عنه وحرمه عليهم، فامتثلوا أمره فزكت نفوسهم، طابت طهرت، أصبحوا أهلا للجنة دار السلام. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لو أخذنا السماوات السبع وكل سماء ألصقنا بها لقعة، رقعة إلى رقعة، سبع سماوات، الجنة أعرض من هذا العرض فقط، والطول لا تسأل. لعلكم ما استطعتم أن تدركوا هذه الحقيقة. ضع راسك بين ركبتيك كصاحب الهم المفكر، غمض عينيك وفكر. أنت هابط 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 إلى أين يعجز العقل؟ إذن هذه السماوات السبع والأرضين كلها بكلمة كوني تتبخر ولا تبقى سماء ولا أرض، ويبقى العالمان، عالم السعادة وعالم الشقاء. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هذا هو القرآن الذي نقرأ على الموتى. صرفنا عنه اليهود والنصارى والمجوس حتى نعيش في ظلمة الجهل ونحن لا ندري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ريحها لا يوجد من مسيرة مئة عام، عرضها السماوات والأرض، ريحها يشتم من مسافة ماذا؟ مسافة مئة سنة وأنت طائر. والآن عرفنا ساعتها وطيب ريحها، ولنا تشكون في هذا؟ قال الله قال رسوله. أما قال: وسار إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال رسوله: إن ريحها لا يوجد من مسيرة مئة عام. الآن أبوابها أيها الداخلون أبواب الجنة. وهل للجنة أبواب؟ إي والله. كم بابا؟ ثمانية. كيف عرفنا أبواب ثمانية؟ أخبرنا أبو القاسم رسول الله. اسمعوا هذا الخبر لعل الله تعالى ينفع به أفرادا منا، وإلا حالنا معروفة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. ما معنى أحسنه؟
توضأ كما علم رسول الله أمته أن تتوضأ، أتقنه وجوده امتثالا لأمر الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم رفع طرفه إلى السماء هكذا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين من عبادك الصالحين. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية.